Hello everybody. Today we'll talk about breaking down and moving rocks, يعني تفتت وتحرك الصخور. في درسنا النهاردة هنتعرف عن ايه القوة اللي ممكن تأثر على شكل سطح الأرض وتأثر على شكل الصخور. There are many forces such as water and wind that shape the rocks on Earth's surface. يعني في العديد من القوة وزي قوة المية وقوة الرياح والاتنين دول بيأثروا على شكل الصخور وبيغيروا من شكل سطح الأرض. What are the factors changing the Earth's surface؟ إيه العوامل اللي ممكن تغير من شكل سطح الأرض؟ Surface of Earth is always changing. يعني شكل سطح الأرض دايما بيتغير due to the effect of wind, water and weather changes بسبب تأثير المية والرياح وكمان بسبب تغير المناخ. في الصورة اللي قدامنا دي هنلاحظ إن wind can break down rocks, إن الرياح بتفتت الصخور, and can move the small particles of rocks from an area to another. وبتحرك الجزيئات الصغيرة من الصخور من مكان إلى مكان آخر. ولكن في الصورة التانية water can change the shape of rocks, المية بتغير في شكل الصخور. هنشوف تأثير المية على آثار الأقدام الموجودة على شاطئ البحر. يعني بنلاحظ مثلا لو انت في رحلة على شاطئ البحر بنلاقي ان footprints اللي هي خطواتك can't be still there the next day, مش بتكون موجودة لتاني يوم, لأن أمواج البحر بتيجي تزيل وتمحي كل آثار الأقدام الموجودة على شاطئ البحر. كمان بنلاحظ the shape of the sand castle can't be still there without changing till the next day, إن قلعة الرمال مش بتكون موجودة لتاني يوم, وده بيكون بفعل أمواج البحر. هنتعرف عن كلمة natural erosion بمعنى التعرية الطبيعية, ومعنى كلمة تعرية بمعنى تآكل الصخور وانتقالها من مكان إلى آخر. If a child built a sand castle on the sea beach, لو طفل بنى قلعة من الرمال على شاطئ البحر, he may note the disappearance of a part of it or all of it after few hours. بيلاحظ الطفل دوت إن القلعة دي جزء منها بيختفي أو كلها في خلال ساعات قليلة. Water and wind are some of the factors that can transport small rocks from one place to another. يعني المية والرياح بتكون من بعض العوامل اللي بتأثر على الصخور وبتنقل الصخور الصغيرة من مكان إلى مكان, forming a process no erosion, وده بنسميه erosion يعني تعرية أو تآكل وانتقال من مكان إلى آخر. The disappearance of the sand castle اللي هي اختفاء قلعة الرمال بنسميها erosion of sand castle, يعني تعرية لقلعة الرمال. Due to the transportation of the sand particles from its place to another, وده بيكون بسبب انتقال الجزيئات الصغيرة من الرملة ديت من مكان إلى مكان. By the effect of water, and this is considered as an example of natural erosion, يعني ده بيكون بسبب تأثير المية وبنسميها تعرية طبيعية. هنلاحظ ان sand is formed by breaking down of some types of rocks into smaller particles, يعني الرملة دي بتتكون من تكسير لبعض انواع من الصخور الى اجزاء صغيرة. كمان بنلاحظ ان forces of water and wind are responsible for disappearance of sand castle and erosion of coasts, يعني قوة المية وقوة الرياح هم المسؤولين عن اختفاء قلعة الرمال والتعرية الطبيعية للسواحل. The earth's surface is continuously changing, يعني شكل سطح الأرض بيتغير باستمرار. Some changes can be very fast, بعض التغيرات بتكون سريعة جدا. Other changes can be very slow, وبعض التغيرات بتكون بطيئة جدا. That may take hundreds or millions of years, ممكن تاخد مئات أو ملايين السنين. هنتكلم عن fast changes اللي هي التغيرات السريعة. They are observed in a sand castle, بنلاحظها في قلعة الرمال. It may completely disappear in few minutes, ممكن نلاحظ ان هي بتختفي تماما في دقائق قليلة. As a result of its hitting by the sea waves, وده بيكون بسبب ضرب أمواج البحر للقلعة.
هنتكلم عن النوع التاني اللي هو slow changes اللي هو التغيرات البطيئة. They are observed in coastal rocks over time، يعني بنلاحظها على الصخور الساحلية طول الوقت. There may be some little difference in its shape، يعني ممكن نلاحظ بعض التغيرات البسيطة في الشكل. After many years if some parts break off، يعني التغيرات دي بتكون بعد الكثير من السنين لو أجزاء منها اتكسرت. عايزين نلاحظ some similarities between the sand castle and the coastal rocks، التشابه ما بين قلعة الرمال والصخور الساحلية. أول حاجة both have steep needle-like parts، يعني الاثنين ليهم أشكال، بيكون ليهم أشكال حادة زي الإبرة. تاني حاجة both have sloping side at the bottom، الاثنين عندهم جهات مائلة ومنحدرة إلى الأسفل. تالت حاجة water and wind create their shapes، يعني المية والرياح هي اللي بتغير من شكلهم. عايزين نتعرف عن كلمة canyons. canyons بمعنى الأودية. they are deep valley curved by flowing water، يعني هي عبارة عن أودية عميقة اتكونت من خلال تدفق المية ونزولها. وطبعا مع نزول المية وتدفقها بتعمل تآكل للصخور لحد ما تكون عميقة، ودي بنسميها canyons يعني الأودية. عايزين نعرف ازاي بتتكون الأودية. canyons are formed due to the slow changes that happened to its rocks over many years. بتتكون الأودية بسبب التغيرات البطيئة اللي بتحصل في الصخور من سنين متعددة. A canyon has needle-like parts، يعني الوادي بيكون ليه أجزاء حادة زي الإبرة. And slopes at side، وفي منحدرات على الجهات بتاعته. وده يعتبر slow changes، تغيرات بطيئة، لأن كل ما المية تتدفق بتاكل من الصخور. And the canyon formed by the action of water، لحد ما الوادي دوت أو المنحدر دوت يتكون ما بين جبلين، وده بيكون بسبب تأثير المية على الصخور. وصلنا لنهاية درسنا النهاردة، يارب يكون بقى سهل وبسيط بالنسبة لكم. Thank you for your watching and goodbye.